أقامت كلية الصيدلة بجامعة دمشق وبالتعاون مع نقابة أطباء صيادلة سوريا اليوم العلمي الصيدلاني لمناقشة أبرز تطبيقات ومفاهيم العلاجات البديلة والطب التقليدي بالتزامن مع أولى فعاليات الدورة 108 للمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب بعد غياب نشاطات الاتحاد عن العاصمة السورية لسبع سنوات. أهميته هو اللقاء مع الأخوة العرب، إنه اللي جاءوا من كل الدول العربية وشارك جميع كافة الدول، وهذا شيء رائع بعد سبع سنين من انقطاعنا هنا، بالرغم من إنه سوريا لم تنقطع، كانت تشارك في اجتماعات الاتحادات، لكن هذه أول مرة يزورون فيها دمشق منذ سبع سنوات، فهذا اللقاء هام جدا. نحن بنأكد على استمرار وجود اتحاد الصيدلة العرب الفاعل مع دمشق منذ بداية المؤامرة وحتى انتصار سوريا. الدلالة الثانية ان احنا وجودنا اليوم هو مشاركة لصيادلة سوريا والشعب السوري بالنصر ولوقوفنا جنب الشعب في سوريا وجنب الصناعة الدوائية السورية وجنب كل التعليم الصيدلي والطبي في سوريا. الشيء المهم ان يكون هناك تواجد عربي في دمشق. طبعا عندما قلنا نحن بعد سبع سنوات لم يعقد المكتب التنفيذي في دمشق، لم يعقد خلال هذه السبع سنوات، ولكن نحن أصرينا على أن يكون هذا الانعقاد اليوم في دمشق هو نصر لسوريا حتى يرى جميع الأشقاء العرب بأن سوريا لا تزال تنتج الدواء، لا تزال تقدم الخدمات الصحية. لابد يبقى في اتحاد، من خلال الاتحاد يبقى في إقرار البورد الصيدلاني العربي، وده بيضيف تخصصات جديدة جدا في مجال الصيدلة. زي ما أنا قلت أن الصيدلي أصبح ملازم للطبيب أثناء المرور على المرضى، وبالتالي بدأ يقلل المخاطر اللي بتحدث نتيجة استخدام خاطئ أو جرعة زايدة، لأن الصيدلي هو الخبير الوحيد بالدواء. فعشان كده لابد يبقى فيه نوع من أنواع الموائمة وفريق عمل واحد، لأن احنا كلنا بنخدم مريض واحد، ده هدفنا. التاني شيء طبعا إنشاء الأكاديمية العربية للتدريب، ودي معنية برفع مستوى الخريج والطالب أيضا بما يعود بالنفع على المرضى. اعتز كثيرا ولي شرف اليوم بحضور المؤتمر هنا في دمشق، ونتمنى عودة الصيادلة لكل مدن سورية، ونشد على أيديهم ونحييهم على وقفتهم رغم الظروف والحرب القائمة عليها في ربوع القطر السوري. أهمية الملتقى لتطوير العلاقات بين الدول العربية للخروج بمخرجات تهم الصيدلاني العربي على كافة الصعد العلمية. أما سياسيا وهو الأهم بالنسبة إلي أنا، هو القدوم إلى سوريا الشقيقة منتصرين منتشين بنصرها على كل طغاة العالم الذين أصروا على تدمير سوريا، لكن سوريا بقيادتها وجيشها وشعبها استطاعت أن تقهرهم جميعا. هذا الوجود وهذا الزخم تاع الوجود الوفود العربية كثيرة يدل على أن سوريا بالاتجاه الصحيح، والنصر لسوريا والرحمة لشهداء العرب كلهم. طبيعة الحال هو انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي بسوريا جاء نتيجة المطالبة من الأعضاء أن يكون هذا الاجتماع، وخاصة خلال الانتصارات التي تشهدها سوريا بالانتصار على التكفيريين، وطبعا على جدول أعماله العديد من النقاط التي سينقشها اتحاد الصيدلة العرب، منها البورد العربي ومنها الأدوية الصناعية للوطن العربي. يذكر أن اتحاد الصيادلة العرب تأسس في القاهرة عام 1945، ويهدف إلى رفع سوية مهنة الصيدلة والاهتمام بالصيدلاني العربي مهنياً وعلمياً واجتماعياً.